ايه رايك يا سيكا؟ حلوه الكهرباء ولا نزود شويه كمان؟ شويه سكسكه يعني؟ بص يا سكسك، انا مستعد اسيبك بس بشرط تعمل لي عجين الفلاح. عارفه عجين الفلاح؟ بس انت بتدفع عليا يا كلب، ده انا افرمك بجسمتي انت واللي يتشدد لك. يلا انت فاكر نفسك ايه؟ خايفة احكي لهم، مش عارفة كنت اقول لهم ازاي، مكسوفة اقول لهم، مش عارفة ازاي احط عيني في عينهم، متلخبطة وحاجات كتير جوه بعض، مكسوفة وخايفة ومصدومة، مش مصدقة ان ده حصل لي او ان ده كان ممكن يحصل لي. بس الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها ان انا كنت أنا مش جاية أرفع قضية عشان أكسر صح. بس أنا قدرت النهاردة إن أنا أجي وأقف معاكوا وأتكلم، بس مش عارفة البنات اللي كانوا معايا هيقدروا يجوا يتكلموا ولا هيموتوا وجعهم وجعهم. الشقة دي لغاية ما نشوف هنعمل ايه. ايوه دي، بس دي شقة مين؟ دي شقة قرايبي، بس هم مسافرين، ما تقلقش. انا مش قلقان عليا، انا قلقان عليكم. لو عرفوا ان انتوا اللي مخبيني هيحصل لكم مشاكل. يا عم الحاج ما تقلقش على حاجة، احنا مأمنين ومظبطين. أهم حاجة أنت مش هتخرج من هنا خالص، والتلاجة فيها أكل يكفي شهر، ولو احتجت أي حاجة احنا موجودين، خلاص؟ يعني مش هخرج من هنا؟ يعني أخلص من الحبسة أدخل في حبسة تانية؟ لو كان لازمته إيه اللي أنتوا عملتوه من الأول؟ هنعمل ايه بس يا ميمي؟ عم ياسين شرع علينا الشوره دي، وبعدين يا معلم القعده هنا اهون بكتير من حبسه الحكومه. ايوه دياب، بس انا مش هفضل محبوس هنا كتير. يا عم محدش قال هتتحبس كتير ولا حاجه، كام يوم بس لحد ما نقدر نوصل لدليل براءتك. براءتي؟ براءتي يا يوسف احنا نضحك على بعض، ما انت عارف ان انا كده كده لابسها. يعني انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ بفكر في اللي غفلني واداني على وشي. جنرال. ايوه الجنرال. انا كده كده ميت دياب. بس اموت وانا واخد حقي احسن ما اموت زي الولايه حاطط ايدي على خدي ومش عارف اعمل حاجه. بقولك يا صاحبي، يومين بس كني فيهم مستريح، وبعدين بكره نبقى نشوف هنعمل ايه. خلاص ماشي. بس بقولك يا يوسف،
عايز اشوف الواتسيك اخويا، اطمن عليه، وحشني، عايز اشوفه. بكلمه في التليفون يا معلم، مش عارف راح فين، مش عارف غطسان فين. لا ليه غطسان فين؟ حصل له حاجه يعني ولا ايه؟ ايه هجيبه؟ ايه هجيبه؟ انت هتقلقه ليه يا عم؟ يا عم تلاقيه بيعط كده ولا كده وهيقب على الوش تاني، لما يظهر هجيبه لك لغايه عندك، خلاص؟ ايه ده بقى؟ ماشي يا يوسف. طيب انا هعمل لكم حاجه تشربوها. ايه في حاجه يا سن؟ وفي خبر كده يعني. خير؟ رايق هري. طيب المشكله هرب من سجن صغير للسجن الكبير، سيبه يعذب نفسه. ايوه بس دي عيال ضايعه، يعني ممكن واحد زي الرايق ده عقله يقل فيعمل حاجه كده ولا كده؟ هيعمل ايه يعني؟ يهددني مثلا؟ والله انت للظاهر مخك خف يا سني. ايه يا باشا، انا كان نفسي ان احنا نخلص من العيال دي ونقفل الموضوع ده وننتهي. مرة واثنين وثلاثة حاولنا معاهم وهم راكبين دماغهم. أنا مش فاهم سعادتك ساكت عليهم ليه لغاية دلوقتي؟ لو عملت اللي أنت بتقوله ده يبقى بقفل عليهم سكة الهروب، وساعتها يستبسلوا فيها ويعملوا فيها أبطال. إحنا هنفتح لهم باب صغير كده موارب يخرج على متاهة من مكان ضيق لمكان أضيق، وهكذا نتفرج ونستمتع. ولما أحب أخلص منهم هقول لك، هديك أمر تقتلهم ولا تخلص منهم، ولا مش هتعرف تعمل كده؟ لا ازاي يا باشا؟ لا، اليوم اللي اعجز فيه عن تنفيذ تعليمات الجنرال اكيد هبقى مستحقش اكون في خدمته. دوقي بقى اكلي ده وقولي لي رايك فيه ايه. وانت ليه بس بتتعب نفسك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت اليومين دول لازم ترتاحي على الاخر لحد ما تجيبي لنا العريس المنتظر. ماشي، بس أنا بقى عايزة أطلب منك طلب. اطلبي يا روح قلبي. أنا عايزة شغالة وتكون ليا لوحدي وأجنبية. من عندي ومن عندي. تسلم لي عيونك. ألو. أيوه. تقول إيه؟ طيب هتصرف. قلت لك هتصرف. في ايه يا شيمي؟ في ايه؟ شحنة اتكشفت في الجمارك. يا مصيبتي السودة؟ قرض وزفت وقرف. احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ مش طبيعي اللي بيحصل فينا ده، بجد مش طبيعي. طيب هو القرض اللي انتوا بتتكلموا عليه ده كبير قوي يعني؟ كبير صغير هتفرق معاكي في ايه يا نادين؟ قرض لو ما اتدفعش هنتحبس. طيب انا اسفه،